كنحضروا اليوم بطبيعة الحال نشاط من الأنشطة اللي هي داخلة في إطار المهرجان ديال السيد البرنوطي اللي بطبيعة الحال في النسخة الأولى ديالو من الولاية الحالية ديال المجلس الحالي، وبطبيعة الحال يتضمن هذا المهرجان أنشطة ثقافية وأنشطة اجتماعية وأنشطة رياضية. وقررنا بطبيعة الحال برئاسة السيد الرئيس وبطبيعة الحال على أساس أنه هذه الأنشطة تكون هادفة بطبيعة الحال ويكون فيها واحد الانفتاح على الفعاليات المحلية بطبيعة الحال ديال السيد البرنوطي. في هذا الإطار بطبيعة الحال كنا درنا ندوة على الأزمة ديال ندرة المياه اللي درناها في المركب الإداري بطبيعة الحال بالنسبة للمقاطعة الجماعية ديال السيد البرنوطي. اليوم كنحضروا بطبيعة الحال على أساس أنه عندنا واحد نشاط في إطار مسابقة ديال بطبيعة الحال الفكاهة وديال الفيديوهات الطريفة اللي انفتحنا فيه بطبيعة الحال على الجمعية ديال كازا كوميك اللي رئيس ديالها هو السيناريست شعيب كراكشي أحد الأبناء ديال السيد البرنوطي الذي أبلى البلاء الحسن في هذا الميدان. وبطبيعة الحال احنا بالنسبة لنا درنا مسابقات رياضية توجناها بطبيعة الحال بالحفل ديال النهاية بطبيعة الحال ديال هذه المسابقات اللي دارت بطبيعة الحال في ملاعب كبرى، يعني بطبيعة الحال كرة القدم ديال 11 وكرة القدم بطبيعة الحال المصغرة، وتعطات جوائز بطبيعة الحال بالنسبة للفرق الفائزة. غدا إن شاء الله غادي يكون عندنا تكريم بالنسبة للرياضيين ديال السيد البرنوطي، الناس الذين أبلوا البلاء الحسن بطبيعة الحال في المجال الرياضي وهزوا الراية ديال المغرب بطبيعة الحال على المستوى العربي وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي، والناس اللي بطبيعة الحال ساهموا بشكل كبير في إبراز السيد البرنوطي وبطبيعة الحال كانوا سفراء ديال السيد البرنوطي، وبطبيعة الحال حاولوا ما أمكن على أساس أن يأطروا واحد المجموعة ديال الشباب ديال السيد البرنوطي وحاولوا ما أمكن أنه يدمجوهم في المجال الرياضي. بطبيعة الحال البرنامج ديال المهرجان هو بطبيعة الحال متعدد ديال الفقرات، متعدد ديال الأنشطة ومتنوع بطبيعة الحال ديال الأنشطة، مازال غادي يكون فيه بطبيعة الحال أنشطة أخرى اللي حنا بطبيعة الحال غنحاولوا ما أمكن على أساس أنه نتبعوها. كيبقى على أساس أنه بالنسبة لنا هذا جاء نظرا للانسجام اللي هو حاصل داخل المجلس الجماعي ديال السيد البرنوطي، ونظرا بطبيعة الحال للحكمة ديال السيد الرئيس اللي كيحاول ما أمكن على أساس أنه ينسق ما بين جميع بطبيعة الحال الأعضاء ديال المجلس، وكيحاول ما أمكن على أنه يستغل الإمكانيات ديال كل عضو من الأعضاء ويحاول ما أمكن أنه يدعمه ويكلفه بطبيعة الحال مهمة من المهام المنوطة بالتدبير ديال التسيير الجماعي على مستوى السيد البرنوطي. السلام عليكم، معكم الكوميدي عبد العلي فاتح. اولا تحيه كبيره لوليدات البرنوطي ومقاطعه السيد البرنوطي على هذه المبادره الطيبه بشراكه مع جمعيه كازا كوميك. هذه المسابقه ديال تريكيلا في الصح هي تريكيلا ديال بصح، بعباره اخرى هي واحد التجربه اللي كتيح فرصه للشباب، يعني اي شاب لقى فراحته ولقى في ذاته واحد تريكيلا اللي بتريكيلا فرنسي ولكن هي الداخل ديالها هي ابداع. اللي زوين في هذه المسابقه هو ماشي ضروري تكون كوميدي ولكن تكون موهوب، هي مسابقه المواهب. يعني بالنسبه لي انا يا تريكيلا تلبس غير قميجه مقلوبه وتضحكني راه تريكيلا، تدور عينيك بواحد الشكل كوميدي تريكيلا. تريكيلا الان كتشق الطريق ديالها عبر مجموعه من النسخ، واليوم النسخه اللي وصلت لها هي نسخه جميله جدا اللي كتضم مجموعه من النجوم. بالنسبه لي سي با دي جون طالون هادو، ولكن سي دي طالون ماشي يعني شباب مبدع ولكن مبدعين ديال بصح، خصهم غير شويه صراحه شويه السوتيان، يعني شويه ديال المسانده خصوصا عند الجهات المسؤوله، وزاره الثقافه للمقاطعات لمجلس المدينه، لانهم اللي كنشوفوا هاد لي فيديو اللي شفتهم انا بامكانيات بسيطه وضحكوني. انا كنقول للمشاركين اولا ما كاينش فوز وما كاينش يعني هزيمه، هناك مشاركه والمشاركه في حد ذاتها فوز، لانها كتكون بدايه ديال الابداع وبدايه ديال التالق. واي فنان كما كان في العالم داز من هذه المسابقات، واللي ما دازش في المسابقات يعني ما غيكملش، لان هذه هي لا باز ديال الاحتكاك في هذه المسابقات. اليوم في الفرنسي، غدا في سيدي قاسم، بعدا في طنجه،
بعد قول ميم. وهنا ملي كنصوبوا النجم الوطني المبدع الحقيقي اللي كيبغيو المغاربه كاملين، كنتمنى اولا حد موفق لجميع المشاركين. كنشكر الاستاذ شعيب كراكشي على هذه المبادره، كنشكر مقاطعه سيد البرنوسي، وكنشكر كذلك هذا المركب الجميل جدا، مركب حسن الصقلي وعلى راسه سيد ادم بوهلال، لانه ملي كيكون عندك الفضاء وكيكون عندك المقاطعه كتساندك وجمعيه تحتويك كونوا اكيد اننا غنلقاو نجوم. وسيد البرنوسي معروف كيف جبنا اسماء منور وحاتم ادار والربيعي ومجموعه من النجوم والسفري وشعيب مباركي، البرنوسي مازال غيعطي ان شاء الله. وتحيه كبيره لوليدات البرنوسي، تبارك الله عليكم. هذه القيسه كتوصل السنه العاشره ديالها، 10 سنوات كلها اجتهاد وكلها مواظبه وكلها اكتشاف للمواهب في المسرح، في السينما، في الصوره وفي الموسيقى، بحكم ان جميع هذه الفنون دزنا فيها في وقت من الاوقات. طيب مسابقه ديال تريكيل الدوره الرابعه ديالها، درنا الدوره الاولى في 2017 ودرنا في 2018 2019، من بعد جات الجائحه وقفنا، ودابا حنا في الدوره الرابعه اللي كنتمنى تكون عند حسن ظن المتتبعين والجمهور اللي جا باش يشوفنا اليوم. وكنتمنى كل شيء يمشي فرحان، والابتسامه راه واحد الكنز، حنا محتاجين الابتسامه بحكم هذه الظروف المعيشه هذا الماديه اللي كاينه والستريس ديال الحياه، الانسان محتاج مره يبتسم، مره يبتسم، ولو يخدع لا شعور ديالو باش يتعود على الابتسام. كنتمنى تستمتعوا انتوما، نتمناو على الله على اساس انه هاد الانشطه اللي كنديروا تلقى الاستحسان بطبيعه الحال ديال الساكنه ديال السيد البنوسي التي هي مستهدفه بهذه الانشطه. ونتمناو على الله، وهذا بطبيعه الحال كنديروه لانه مبدئيا احنا بالنسبه لنا باش نسطروا هذه البرامج كانت عندنا بطبيعه الحال لقاءات تشاوريه مع الفاعلين المدنيين، مع بطبيعه الحال الفاعلين الرياضيين، الفاعلين الثقافيين، مع النخب بطبيعه الحال ديال السيد البرنوسي. وبطبيعه الحال في اطار هذا التشاور جات واحد المجموعه ديال الاقتراحات، جات واحد المجموعه ديال الافكار. هذه الاقتراحات وهذه الافكار بطبيعه الحال هي اللي حاولنا ما امكن نديروا لها التنزيل الميداني عبر هذه الفقرات وهذه الانشطه في هذا البرنامج. لان كنبقاو دائما بطبيعه الحال احنا منفتحين على الفعاليات ديال السيد البرنوسي، وغنبقاو دائما اذان صاغيه بالنسبه لهذه الفعاليات، وغنبقاو دائما بطبيعه الحال نستجيب للرغبات والطموحات ديال الساكنه ديال السيد البرنوسي. وبطبيعه الحال هذا هو الدور ديالنا احنا، نتمنى الله على اساس انه في هذه الولايه نحققوا كل الحاجيات ديال الساكنه ديال البرنوسي. كيبقى على اساس انه ناكد على اساس انه بالنسبه لنا غالبا الانشطه كنبرمجوها مع الذكريات والاعياد الوطنيه. هذا النشاط اللي كاين اليوم داخل في اطار المهرجان اللي احنا درناه بطبيعه الحال باش نحاولوا ما امكن اننا نحتفلوا بالذكرى بعيد الاستقلال بطبيعه الحال، والذكرى ديال المسيره الخضراء المظفره، وبطبيعه الحال جميع الاعياد الوطنيه وجميع هذا نحاولوا ما امكن على اساس ان نكونوا حاضرين فيها ونبرمجوا فيها بطبيعه الحال انشطه بطبيعه الحال في هذا الاطار. فعلا نتفهم على اساس انه بالنسبه لنا المجال الثقافي والمجال الرياضي عرف واحد الركود نتيجه بطبيعه الحال ديال الازمه ديال الكوفيد، وكنعرفوا على اساس ان واحد المجموعه ديال الجمعيات ما بطبيعه الحال جمدات النشاط ديالها، كنحاولوا ما امكن نعاونوها وندعموها باش تحرك من جديد، لان الحركيه ديالها احنا محتاجينها في التنشيط الثقافي والتنشيط الرياضي على مستوى سيد البرنوسي. مرحله الجائحه كانت واحد شنو نقول مصيبه شنو نسميوها بالنسبه للفنانه كاملين، كانت مشكله ملي جات الجائحه، كان مشكل كبير ان كل شيء توقف، حتى بالنسبه للسياحه، حتى بالنسبه لبزاف ديال القطاعات. الفن بالدرجه الاولى هو اللي تقاس، وخاصه الناس اللي خدامين بالفن كيتمعشوا بالفن، كاين اللي عنده اسره، كاين اللي عنده احفاد واولاد، وكل شيء وقف في هذاك الوقت. الحمد لله هذيك العامين كجميع المغاربه كنكونوا متحدين طبيعه الحال، كيف اتحدنا على امتداد السنوات على امتداد القرون، كان ديما المغاربه كيتحدوا في كل في اش بغيت نقول لك في المشاكل وفي التي تولم بهذا البلد او بالعالم بصفه عامه. من بعد الجائحه كان المشكل اللي كان هو ان حيت كيجيو ملي كنحبسوا كيقول لك صافي راه
راه الحجر ما بقاش، كنبداو ثاني نجمعوا واحد لاكليك ديال الشباب واليافعين، ثاني كيقول لك حبس صافي، بحال واحد الوقت واحد الشهرين ثلاث شهور 10 ما بقاش ديك الثقه ديال ان راه غير رجع الدومين بصفه نهائيه. من بعد الحمد لله راه دابا حنا في الجمعيه كاينه قرابه 20 حتى 30 مستفيد في جمعيه كازا كوميك، كل واحد راه كنعطيوه هذيك لا غوسيت باش يزيد لقدام على حسب. عند واحد لو فلير كتعرف هذاك الشاب اشنو عنده، فين خصو يمشي، حكم درس الموسيقى، درس الخط العربي، درس المسرح، السينما، عندي اعمال تلفزيونيه، عندي اعمال سينمائيه، هذيك التجربه كنحاول نعصر وكان فهمتي وكان باش كنوجههم للاتجاه الصحيح. حنا اليوم بالتنسيق بطبيعه الحال مع المصلحه ديال الشؤون الثقافيه والرياضيه ومع الفاعلين المدنيين على مستوى سيد البنوسي في اطار اعداد البرنامج السنوي ديال الانشطه الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه بالنسبه لسنه 2023، تقدمنا بشكل كبير بطبيعه الحال في هذا البرنامج، مازال باقي بطبيعه الحال التحضير، وحنا بالنسبه لنا كنحاولوا ما امكن على اساس انه هذا الشيء اللي كنخدموا فيه كنعتبروا فقط مشاريع، كنعرضوها بطبيعه الحال للفاعلين المدنيين، كنعرضوها داخل المجلس، كنحاولوا ما امكن ناخذوا فيها الراي ديال السيد رئيس المكتب ديال المجلس، باش طبيعة الحال تكون طبيعة الحال هذه الأنشطة أنشطة كيف قلنا حنا تكون هادفة وتلامس الحاجية طبيعة الحال ديال الساكنة، ونحاولوا ما أمكن أن نخلقوا فيها الحركية الثقافية والرياضية والاجتماعية على مستوى سيد البنوسي، من بين بطبيعة الحال المسائل اللي غادي نديروا في هذا البرنامج ديال 2022 هو أنه غنقدموا دعم بالنسبة للجمعيات الرياضية، وبطبيعة الحال دعم عيني غنعطيو بطبيعة الحال كواري، غنعطيو تونيات بالنسبة للفرق وداك الشيء، على أساس أنه هذه السنة الحميدة تبقى مستمرة بطبيعة الحال طيلة السنوات اللي هي جاية.